علاج التشوهات الخلطية أو ما يعرف بالشفة الأرنبية أو شق الحلق يتم تشخيصه في مرحلة ما قبل الولادة. بالنسبة لعلاج الشفة الأرنبية يجب تطبيق قاعدة العشرة. ما هي قاعدة العشرة؟ أن ننتظر حتى يتم نمو الطفل ويبلغ من العمر 10 أسابيع أي معادل 3 أشهر، وأن تكون قوة الدم تتجاوز 10، وأن يكون وزن الطفل قد تجاوز 10 باوند. من المهم جدا إغلاق الشفة الأرنبية بهذه الفترة حتى يتمكن الطفل من إكمال رضاعته ويتم نمو عضلات الشفة بالشكل الصحيح لكي يتعلم النطق بشكل سليم.